طيب، يعني خلينا نتكلم. كنت بتكلم عن احمد حسن، عن محمد حسن عفوا، ان هو يخرج من سيراميكا لنادي الاسماعيلي، ولكن ما حصلش وما خرجش. اكد لي الكلام ده. خلينا ناخد استاذ معتز البطاوي، المشرف العام، المشرف على فريق الكره بنادي سيراميكا كليوباترا. برحب بحضرتك يا فندم، مشرفني ومنورنا. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني هبتدي في الاول، استعدادات اكيد لموسم جديد ان شاء الله ينطلق يوم 25، استعدادات عامله ازاي نادي سيراميكا؟ يمكن صفقات كتيره موجوده لنادي سيراميكا، ان شاء الله الشكل اللي هيظهر بيه الموسم اللي جاي كمان. ونمي اللاعب احمد دياب واللجنه اللي موجوده معاه بالجلسه الاهليه، ونتمنى لها ان شاء الله باذن الله التوفيق في اداره المسابقه في النادي باذن الله، ويبقى موسم سعيد على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يعني ربنا يسهل ان شاء الله، ويكون موسم موفق للجميع. ساعدنا السنه دي الحمد لله بشكل من البدايه بشكل كويس. عملنا معسكر اسبوعين في شرم الشيخ، كان كاجازه فني قياده كابتن هيثم شعبان، وقف على حاله اللعيبه كلها بالكامل وشاف ايه هي احتياجاته من الاضافات اللي كان محتاج اضافاتها في الموسم الجديد. والحقيقه بشكر طبعا سيد نائب محمد ابو العنين واستاذ طارق ابو العنين في تلبيه رغبه المدير الفني في كل احتياجات الفرقه. فالحمد لله قمنا بتدعيم كويس جدا جدا السنه دي للمراكز اللي احنا كنا محتاجينها بالفعل. يعني القصه ما كانتش اعداد كم صفقه يا استاذ معتز؟ احنا بنتكلم في 8 صفقات جديده، يعني لسه قادمين لينا في السنه دي، زائد ان احنا عندنا كمان في 5 اسماء كانوا معارين لانديه اخرى والحمد لله عادوا لينا السنه دي بشكل كويس جدا مميز. منهم طبعا محمد حسن، منهم طبعا كان في الاسماعيلي، وفي اوفا كان في المقصه، في مصطفى بهاء كان في ابو قير الاسمده، زائد في 299 كانوا معارين، في حمزه مجدي كان معار في اسوان وعمل موسم هايل الحمد لله مع اسوان، برضو في علي الملواني ده مواليد 99 كان مع بورتو، وبرضو الحمد لله قدرنا يبقى موجود معانا الموسم ده، بالاضافه ان في لاعب تحت السن كمان في جمال السعيد. جمال السعيد ده لاعب مميز جدا جدا مواليد 2001، استخدمناه كان بيلعب في الجزيره الاماراتي، والحمد لله وفقنا ان هو يبقى موجود معانا الموسم ده، واعتقد ان شاء الله هيبقى ليه دور كبير معانا الموسم ده، وهيبقى يعني اضافه كبيره لينا، وهو لاعب صغير في السن، وان شاء الله باذن الله تكون مع كل زمايله اضافه كبيره لينا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني عايز اطمن منك على صالح جمعه بعد اصابته طبعا بوتر اكيليس، هيرجع امتى؟ هيكون موجود امتى ان شاء الله مع نادي سيراميكا؟ صالح الحمد لله يعني التأهيل بتاعه شغال دلوقتي، والخطه اللي كان حاططها الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي الحمد لله يعني ماشي على ما يرام، وهو كمان صالح نفسه لامسين فيه جدا جدا رغبته الكبيره والشديده للرجوع بسرعه جدا، والحمد لله يعني هو حتى نفسيته عاليه جدا، ويعني شغال هايل مع الجهاز الطبي، واعتقد ان خلال من شهرين لثلاث شهور بالكثير قوي هيبقى موجود معانا في الملعب ان شاء الله، ويعني نستفيد بقدراته الفنيه العاليه. طبعا صالح جمعه من اللعيبه اللي يعني وهو في حالته بيبقى اضافه كبيره جدا طبعاً لاي مكان هو موجود فيه. يعني بتمنى لكم كل التوفيق طبعا، وان شاء الله يكون ظهور مميز باذن الله في الموسم الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا. استاذ معتز البطاوي المشرف على فريق الكره بنادي سيراميكا كليوباترا، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، ونرجع